إذن ما هي توقعاتك للمرحلة المقبلة في الجزائر بعد رحيل الفريق قايد صالح؟ صعب جدا أنه أي واحد يتوقع، لأنه الكل يعرف بأنه السلطة الفعلية كانت بيد قايد الأركان، شاء من شاء وحق وكره من كره. السلطة الفعلية كانت بيد قايد الأركان، هو الذي أعلن تاريخ الانتخابات من السكنة، هو الذي حرك الكثير من الأمور ليلة العشرة أشهر الماضية، هو الذي بوزنه أيضا دفع بوتفليقة إلى الرحيل بعد الحراك، طبعا بعد الدور الكبير الذي قام به الحراك، هو سرع من الأمور. لذلك يصعب التوقع ما الذي سيحدث، لأن صاحب السلطة الفعلية الآن غاب، تحدث عن شخص.